بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسامة عزت من قناة يلا نصلح. النهاردة يا جماعة معانا فيديو جديد عن الفلوماك. كنا عملنا قبل كده فيديوهين عن الفلوماك دوت، ازاي بنظبط الفلوماك وازاي بننضفه، وشرحنا وخدنا نبذة عنه. النهاردة هنفتح الفلوماك ده من جوه وهنشرح الفرق بين الفلوماك الضغط العالي والضغط الواطي، وهنشوف مكونات الفلوماك دوت وأعطاله ايه. يا ريت بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة مع الفلوماك وازاي هنشرح مكوناته النهاردة. كنت طبعا قلت لكم قبل كده شرحنا عملية التشغيل، وشرحت عملية الثلاث لمبات دولت بينوروا ايه ساعة التشغيل وساعة الاعطال، وعرفنا نحل الاعطال بتاعته ازاي، وكل ده هسيب لكم اللينكات بتاعته في صندوق الوصف بتاعت النهارده. بقى يا جماعه هنعرف المكونات بتاعته. طبعا الفلوماك ده بيتكون من جزئين، جزء كهرباء وجزء ميكانيكا. الجزء الكهرباء اللي هو الامامي اللي فيه الكارت دوت، الجزء الميكانيكي اللي ورا، وهنشرح الجزء الكهرباء الميكانيكي دوت ازاي بيشتغل وازاي الاعطال بتاعته وازاي نقدر نحلها برضو في نفس الوقت. هنفك الاربع مسامير دولت بتوع الوش بتوع الكارته. طبعا ادي الجزء الكهرباء بتاعه يا جماعه اهو، ده الكارته بتاعته ممسوكه بمسمارين هنا اهو، ادي مسمار اهو وادي مسمار في الجنب التاني، هنفكهم برضو ونخرج كده. خرجنا اهو بالجزء الكهرباء، وادي الكارته اللي احنا قلنا عليها هي ده الجزء الميكانيكي يا جماعة. برضو الظهر ده هنفك الظهر بتاعه عشان نظهر جلدة الرداخ اللي جوه والسوستة، وعرفكم الفرق بين الضغط الواطي والضغط العالي، بتفرق في حاجة بسيطة جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. بعد ما نفك الاربع مسامير بتوع الظهر دول من جوه من هنا اهو، ادي في مسمار هنا اهو ومسمار في الزاوية دي ومسمار هنا ومسمار هنا، الاربع مسامير دولت هنفكهم برضو ونخرج بالظهر. خرجنا بالظهر بتاعنا اهو يا جماعه، وادي الجزء بتاع جلده الرداخ، ادي الاربع مسامير اهو نحافظ عليهم يا ريت، والمسمارين بتوع الكارته والاربع مسامير بتوع وش الكهرباء، يا ريت نحافظ على المسامير دي عشان لما نيجي نربط تاني. طبعا ادي الجزء بتاع جلدة الرداخ واللي فيه السوستة بتاعت الضغط، ممسوك باربع مسامير، وبرضه هنحلهم مع بعض ونشوف. ادي فكنا اهو يا جماعة الجزء اهو الميكانيكي، ادي الفرق اللي هو بتاع الضغط الواطي من الضغط العالي، هي السوستة دي يا جماعة. السوستة دي طبعا الفلوماك اللي معانا ده كومباكت 2، طبعا ده بتاع الضغط العالي. السوستة دي بتبقى شديدة شوية في الضغط العالي، اما الضغط الواطي بتبقى ضعيفة. هنعرف ضعيفة ليه وشديدة ليه دلوقتي مع الشرح بتاع الميكانيكي. طبعا عارفين المسمار ده، المسمار ده اللي هو في ظهر الفلوماك، لما باجي ازود المسمار دوت بعمل ايه؟ بضغط على السوستة ديت تديني ضغط هنا بتسمح بمرور الميه. طول ما دي مضغوطه يا جماعه، جلده الرداخ دي مضغوطه وقافله كده، فهي بتسمح بمرور الميه من الموتور لغايه الشقه. طيب فعدم فلما بقفل الميه، الميه بتعمل ايه؟ بتضغط على الجلده ديت بتبعد الصباع ده عن الكارته، فبتفصل الكهرباء. ادي الفرق يا جماعة، ده شغل الميكانيكي، ده شغل الميكانيكي. مجرد ما المية بتضغط على جلدة الرداخ دي وتنطرها بره مع ضغط السوستة ده، ضغط السوستة ده الشديد ده اللي احنا بنقرط عليه عشان تضغط، طول ما هي مضغوطة ومقفولة المية شغالة. طيب في حالة ان المية خلاص قفلت وفي ضغط مية على جلدة الرداخ دي، بيعمل ايه؟ بتضغط على السوستة ديت بترجع الجلدة دي لورا، يبقى اذا بتسمح بقفلان هنا
الجلده ديت وبتسمع الميه بتخش على الجلده تضغط عليها وبتخرج الصباع دوت عن الكارته فبتفصل الكهرباء عن الموتور. ادي شغل الميكانيكا يا جماعه، شغل بسيط جدا. طبعا عرفنا الفرق بين الضغط العالي والضغط الواطي من السوسته دي، شايفين السوسته دي اهي، دي اللي بنضغط عليها من المسمار اللي ورا دوت، مسمار الحديد ده. في فلوماك بيبقى المسمار ده فبر، بس ما انصحكش ان ايه تفضل تزود وتقلل منه لما يكون مسمار فبر عشان الراس بتاعته بتتاكل. وزي ما احنا شفنا كده يا جماعه، ادي شغل الميكانيكو كله اهو، شايفين الفتحه دي يا جماعه اللي احنا بنقول عليها بتسمح بمرور الميه اهي، اللي انا بدخل فيها المفك. مجرد ما الميه بتقفل هنا فوق ما بتطلعش خلاص قفلت، الميه بتخرج من الفتحه دي بتضغط على جلده الرداخ دي اهي، بتضغط بتخرج بره، بتنطر الصباع ده، بتنطر الصباع ده بره، بتبعده بعيد عن الكارته. الكارته دي باللمس يا جماعه هي حساس، نظام حساس، بمجرد ما بتبعد عنها، نظام مغناطيس هنا اهو، بتبعد عنها بتفصل الكهرباء عنها. ترجع تاني في حالة سحب المية، جلدة الرداخ دي بترجع تاني مكانها، بتخش بتسمح بمرور المية، بتضغط على الكارتة هنا، بتلمس كهرباء، بتقفل الدايرة، بتشغل الموتور، المية بتخرج طبعا وبتشتغل وبتطلع فوق. وعرفنا طبعا زي ما قلنا قبل كده الضغط العالي من الضغط الواطي، يعني انا كل ما بضغط على السوستة دي بدي عزم للايه؟ للجلده ما تنطرش بره. عرفتوا بقى فايده المسمار اللي انا بضغط عليه ايه؟ دي فايده المسمار، ان انا كل ما بضغط الف يمين بضغط على السوسته بخلي جلده الرداخ ما تنطرش الا بعد فتره، بعد ما الميه بتطلع مثلا الدور التاسع الدور العاشر كده. لكن انا كل ما بقلل بخلي مساحه السوسته ديت ضعيفه شويه، وبسمح بالجلده دي تمرر الايه؟ الميه، تمرر الميه وتخرج عن الكارته وبتفصل الكهرباء. ده الجزء الميكانيكي يا جماعه اللي انا حبيت اوريه لكم في الفيديو بتاع النهارده. طبعا الجزء بتاع الكهرباء انا بنصح لما يحصل حاجه في الكارته، الكارته كلها بتتشال وتترمي وتيجي غيرها. لكن انا ما انصحكش انك تلعب في الكارته لان اعطالها صعبه وتصليحها مش كويس، يعني لو هتصلحها هتفضل تصلح ما تبوظ معاك على طول. انا انصح ان انت ترمي الكارته ديت وتجيب كارته في حاله بوظان الكارت. لكن في حاله الميكانيكا هي شغلها كله بسيط جدا، واحنا كل اللي بنعمله زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات اللي هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، احنا كل اللي بنعمله بننظف مطرح الشيك بلف. هنا بيكون في حاجه معلقه الشيك بلف اللي بيقفل على الميه في حالة قفلان المية، بيضغط ما بيرجعش المية تاني. لما بيكون في روايش ولا حاجة في المية بتخلي الشيك بلف يسرب المية ويخلي الموتور شغال على طول. وبكده النهاردة يا جماعة الفيديو بتاعنا خلص. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.